السلام عليكم. نمر الآن إلى النوع الآخر من المقاربات الخاصة، وهو المقارب العمودي. المقارب العمودي نأخذ على سبيل المثال الدالة F، حيث صيغتها تكون على الشكل التالي: 2 على X ناقص 1. معلوم أن مجموعة تعريف الدالة هي R باستثناء العدد 1. لأن X ناقص 1 تخالف الصفر لكل X من R دائما باستثناء 1. نرى هنا نهاية الدالة عندما x تؤول إلى 1 ناقص fx تساوي 2 على 0 ناقص، وتكون ناقص ما لا نهاية. وكذلك ليميت x تؤول إلى 1 زائد نيف x تكون هي 2 على 0 زائد تساوي زائد ما لا نهاية. إذن في هذه الحالة هنا نقول أن المستقيم دلتا ذو المعادلة x يساوي 1 هو مقارب عمودي لسيف منحنى الدالة بجوار 1. نمر إلى البرنامج، سنغير صيغة الدالة 2 ناقص x ليس x ماجسكيل بل مينيسكيل x ناقص 1. كما نلاحظ أن x الآن هنا تؤول إلى، نقوم بتحريك النقطة M، يعني نقوم بتحريك X، فنرى أن M يؤول إلى الأعلى عندما X يقترب من الصفر. ليست هي هذه الدالة التي نريد،
يؤول إلى واحد، x يؤول إلى واحد زائد، يعني يقترب من واحد أكثر فأكثر هنا، وهو أكبر من واحد. نرى أن m تذهب إلى الأعلى، أما إذا آلت x إلى واحد ناقص فإن y كما نرى هنا، واحد y يعني fx، fx fx تؤول إلى ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية، y تذهب إلى الأسفل مع m. لرؤية ذلك سنرى ماذا سيحدث إذا قلنا أو أمرنا بتحريك M. كي نرى ذلك جليا سنرسم x تساوي واحد كمستقيم، ثم نلونه بلون، على سبيل المثال نأخذ اللون الأحمر ونأمر بتحريك M. نرى أن كذلك أن لدينا هنا مقاربان، ومقارب في الأصل واحد، ومقارب بالمعادلة x يساوي واحد وهو دلتا. والسلام.